المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى الشارع من جديد في مسيرة هي الأولى بالعاصمة نواكشوط بعد خطاب الرئيس الموريتاني الأخير بمدينة النعمة. الحوار السياسي والموقف منه والتعديل الدستوري والتعبير عن رفضه كان الحديث عنهما حاضرا في شعارات المشاركين بالمسيرة وفي تصريحات القادة المعارضين. لأن تجربتنا مع ولاد عبد العزيز ذاك الفات عدل من أشبه الحوارات معروفة، حتى ذاك اللي عدل منها وراه ولا يبلغ بعد رقب تنكر له في كل الفترات. حتى نبتو ما تقد مدت وشي مع شهر حوار سابق ما فات تأكدت أن وادش لا يفوت موريتاني ولا يقدم موريتاني ولا يحل مشاكل موريتاني. وتحدث قادة المنتدى عن قضية الاسترقاق والعبودية ردا على ما اعتبروه مساسا بإحدى مكونات المجتمع الموريتاني، مؤكدين على الوحدة والتماسك والانسجام. يا أهل الأحرار نقول لكم فعلا الأحرارين كانوا وما زالوا وداروا يتموا وهم جمارة الشعب الموريتاني وهم نعمة الشعب الموريتاني. ونختار نقول محمد بن عبد العزيز اللي يجرى ويوقف في الوادي ويقول هما العراقيين شنوما العراقيين هما. وكان الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قد اكد خلال خطاب القاه بمدينه النعمه قبل ايام ان الحوار سينطلق في غضون 3 أو 4 أسابيع، وان الباب مفتوح امام المعارضه للتقدم بمطالبها. وهو ذاته الخطاب الذي اتهم فيه الرئيس قادة المعارضة بأنهما أعداء للوطن وللشعب، كما أكد أنه لن يكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية، لكن المعارضة لن تكون البديل لأن الشعب أغلق الباب أمامها.